العلم العسكري ما تقومون به أنتم اليوم غير موجود. قلت لك أن استهداف السفن يتم عبر وسيلتين فقط، أما عن طريق الصواريخ إكسوسيت مثلا بحر بحر أو بر بحر أو عن طريق طائرات، أما أن تشترك قوات صاروخية يعني مدفعية ومسيرات هذا لم نعهده من قبل، هذا الجديد. قلت لك يا سيد الكريم أن ما حدث في بحر العرب وفي يعني البحر الأحمر وما تقوم به الآن في البحر المتوسط سيدرس وسيقلب عديد الأشياء المتعارف عليها في العلم العسكري، إذ لم نشاهد من قبل اتحاد ثلاثة يعني أنواع من القوات للرماية على بواخر موجودة في البحر، هذا جديد. والكل الآن سيتبع ويحاول يفهم كيف تمكن الجيش اليمني أولا من يعني التمكن من التقنيات، لأنه صعب أن الصاروخ البالستي له مهام أرض أرض ليس أرض بحر، إذن كيف تم التمكن من هذه التقنيات، ثم كيف تم التنسيق بين ثلاثة قوات في العادة تشتغل كل واحدة على حدة، عادة في الجيوش الكلاسيكية كل قوة تشتغل لوحدها الدرونات يعني المسيرات وحدها والصواريخ البالستية وحدها وبقية القوات البرية والبحرية وحدها. إذن هذا هو الجديد وهو ما يحاول أن يفهمه اليوم الخبراء والاستراتيجيون العسكريون، لأنه سيقلب يعني وجه الحرب البحرية نهائيا، لأنه فعلا مفاجأة كبرى للجميع كيف ترمى السفن بمسيرات، هذا جديد، ومسيرات أظهرت قدرتها على اختراق أنظمة الدفاع الجوي، لأنه مسيرة يعني ممكن أنك تطير بها قريبا جدا من سطح البحر بحيث رادارات لا تراها، وهذا كما قلت لك علميا شيء جديد. فطوبى للجيش اليمني على كل هذه القدرات وعلى هذا التنسيق وعلى هذه الدقة في الرمايات. وآخر ما لي ما أقوله في هذا الموضوع أن أكثر من الرمايات التي تصيب أهدافها هناك الرمزية، أنتم اليوم جعلتم كل الشركات تفكر ألف مرة قبل أن تجازف بإرسال سفنها نحو الكيان الصهيوني. وبالأمس كنت أشاهد يعني شريكا على إحدى القنوات العبرية يتذمرون من قلة السلع ومن الغلاء المشط، وكل هذا ببركات ما قمتم به من يعني إيقاف هذه السفن المتجهة إلى إسرائيل.